أنا مش مصدق اللي بسمعه. معقول يا مهاني أنت بتحكي هذا الحكي؟ لا صدق صدق يا ابن عمي صدق. اسمع يا مهاني، البيت بكتبه باسمك والرصيد بالبنك قبل البيت. رصيد 100,000 دينار كثير يا مهاني كثير. أنا عمري قصرت معك يا مهاني ولا قصرت مع أولادك؟ هي ابننا الكبير جوزناه واشتريت له الدكان وطوبته باسمه، والولد الثاني هيو بدرس بأميركا والمصاري عليه مثل الرز، وانتي طلباتك مستجابة، اللي بتطلبيه بيصلى عندك. أنا ما قلت إنك قصرت لا سمح الله. ها ليش مهاني بدك 100,000 بالرصيد؟ انت هسا بتساوي اللي بدك إياه، تصرف على كيفك، بكرة لما بدك تتجوز بيجي مين يحاسبك ويسألك؟ مهاني أنا فيش واحد بيقدر يحاسبني. ها لما تكون بدك تتجوزها صغيرة وحلوة بتحاسبك. أنا بدي أحفظ كرامتي، بدك إياني أجي أشحد قروش منك ومنها؟ أتوقع على باب دارك وأقول لك أعطيني مصروفي؟ لا 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 يا أم هاني، أنت الأصل، أنت الغالية، أنت الحبيبة، أنت أم الأولاد، أنت كرامتك محفوظة. مثل ما قدرت تلعب بعقلك بتبطل تخليك تصرف علينا. ها ها، وإذا قلت لا؟ أنت حر، أنا هسا بلم حوادي وبروح على دار أخوي. اسمع يا أم هاني، هذا تهديد يعني؟ أنا هددك؟ أنا المسكينة الغلبانة المكسورة المهزومة أهددك؟ ها شو معنات كلامك هذا؟ بدك إياني أشوف بيتي بالخرب قدام عيوني وظل ساكتة؟ طيب أم هاني طيب، كل شيء ولا زعلك، بس قولي لي المصاري شو بدي تسوي بيهن؟ ولا شيء، بحطهن بالبنك ضمان لمكبري لما احتاجهن، وإذا ما احتاجتهن بتورثهن أنت وأولادك. هذا إذا الله كتب لك عمر من بعدي.